بشوفش البروفايل. والله يا خالتي ما بشوفش البروفايل. احسن مثال صلي عن والله والله ما شفتهاش. انت بتحب بقى. انت بتحب التيتيز، انت بتحب التيتيز بتحب الاجانب. اجانب وبتحب الاجانب. وحده شارفه وختياره مثلي، شو بدك طالعة على اللايف ليش؟ لا يا خالتي والله انا مش عنيبه. والله يا خالتي اسمعي اسمعي، والله يا خالتي انا مش شفتك. اذا كنت شفتك حطلعك في اللايف. والله والله يا خالتي انا 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 صح انا هلو. كنت احبك بعدين زعلت منك. والله كنت كثير احبك. لا ما تزعليش ما تزعليش يا خالتي، ابوس راسك. كنت راح جوزك بنتي، بس بعدين خلص بطلت ساويك صهري، بطلت نخليك نسيب جوزك بنتي. لا لا لا, لا استني استني حنتفاوض. لا يا خالتي اسمعي. ابدا ابدا لا تحاول، لا تحاول. طلبك غير طلبك مرفوض. اسمعي اسمعي والله يا خالتي عيني مش زيغه، انا مش زهواني والله اقسم لك. لك انت اشو لك انت اشو بيني وبينك انت نسوانجي. لا ده كلام كبير يا خالتي، انا حدهب. انا كملي اللايف معاهم يا خالتي. لا لا بسلامه. لا لا انا نسوانجي. انا مش حقول لك حاجه حقول لك والله يا خالتي. شوي 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 صلي على النبي صلي على النبي صلي اللهم صلي شوي على اللهم صلي على النبي. طب طيب دخي بس دقيقه، اعمل لي هيك مثل ما عملت من ثواني هيك، بدي اسمع الصوت. اسمعي اسمعي قولي واحد واحد اثنين ثلاثة يا خالتي. واحد اثنين ثلاثة. الله شو هذا؟ تمام. بطيخة بطيخة يا خالتي وصرفقت رأسي. وقال لك طالعني واكتب لك يا زبير انا خالتك حنان. طالع بنتك يا زبير. لا كنت بدي اجوز، انا كنت عم بدي اقول له مشان اجوزك بنتي. هلا ابدا مستحيل. اقول لك حاجه، واش انا كل لايف بيخرجوا لي كلمه؟ البارح خرجوا لي حيط قصير، الان انا نسوانجي. شو بدكم مني؟ شو بدكم مني يا عرب؟ لماذا يا ربي؟ جو زبير شو بتقول له لهذوليك؟ وين يو كم؟ نو اوردر نو اوردر خالتي. وين يو انت من كازا بلانكا؟ قلبك قلبك كبير بيسع كتير. قلبي كبير مثل كرشي والله. والله يا خالتي قلبي كبير. انا بيقولوا لي يا خالتي حنان. ما شاء الله ما شاء الله. وبنتك اسمها ايه؟ رها. رها ما شاء الله ما شاء الله خالتي والله. انتما من كازابلانكا؟ ستات. منين؟ ستات. ما شاء الله احدانا احدانا والله. جنبك جنبي لتيجوا الكازا عيطوا حخلي لكم النمرة. انت ليش 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 كتجي ستات؟ فين عمرني جيت الستات؟ ما كان جي ستات لانساجي ما جيت؟ جيت قالك يا خالتي جيت مرة. أنا قريت في ليش ما جيت لعندي؟ ما كنتش بعرفك، ما طلعتي كيش. كنت طلعتي ثاني طلعتك في اللايف. ميت سلامة ميت سلامة والله بطبخ لك أكل سوري. أنا معك يا خالتي والله أنا معك. بس تروح كورونا تعال والله إيش بدك بطبخ لك تكرم عينك. والله أنا والله انتي يا بنتي فين فاش كتقراي؟ انا بدرس في لاك ايكونومي. تدرس سنة اولى جامعة ايكونومي؟ ايه محتاجة اي مساعدة في الايكونومي جنرال او اي كده انا موجود. انت انسيجي صح؟ كنت تدرس في انسيجي خالتي. انا انسيجي كازابلانكا. والان عديد صبر حتى يطلع شوي. والان انا بكمل الدكتوراه ان شاء الله حدفع لها بوجدها اذا بغى الله. بس سمعتك بس مره بس سمعتك لما لبست الجاكيت. انا متبعتك يعني كل لايفاتك بحضر لبست الجاكيت. قلت لها لو انا عندي شو الله عنده عنده انتربريز. انا عندي بروجي. انا كنت رجل اعمال رجل اعمال. اسمعي يا خالتي ارجوك. انا كنت بدبر على راسي، كنت بهزر مع الروسيه علشان الاوراق علشان وريقات وريقات. انا باغي اصوفي راسي والله يا خالتي. تعال اخذك معي تعال اخذك معي على تركيا. وين تركيا؟
نمشي كنصحبها نصوفي انا بسحبك كنقول لك نصوفي راسي في السطات نمشي معاك لتركيا خرج نمشي انا عندي صهري انا عندي صهري تركي جوز بنتي تركي شنو هي صور جوز بنتي يعني نسيبي لا مو هاي الصغيره عندي اثنين متجوزات ما شاء الله وهذه بائرة جوز متزوجة واحد بائرة هذه بائرة غنزوجها لك ولن تصبح بائرة ليش تزوجنا صافي خلاص تعال خذها لا احط لك كورونا احط لك الكمامة وابعث لك اياها لا تيز لا يا خالتي لا تقولي بوني الله يخليك انتو بهدوء يا خالتي الله يخليك تعال خذها حباب هذه انتو بيتي كعكي عوني زربة خيمة معليش انا بلبس الذهب انا بجيب لك شوف هنا في المغرب العريس كيجيب شنو دفوع انا نجيب لك دفوع لا قضية فائنة خالتي لا انا حلوه شوف حلوه ما يبشع شوف ما احلاها لا والله حلوه خالتي انا والله ما قلتي العكس اقسم بالله ما قلتي العكس تعال شوف في بس انا وهي بالبيت تعال سكن عنا يعني عادي اسكن هاوتا اسكن حسكن معاكم دي هاوتا يا خالتي بنتك انا حسكن معاكم انا دار لوكال دار حتزوج حسكن انا ايه في بس انا وروها ما في حد معنا في البيت بس انا وهي العالم هذا جاي خلاص وانا نجيب لك اربعه من الحاجه اربعه في الحاجه اربعه موجود اوكي ولكن عندي المشكل في القياس هنا القياس انا والله خالتي بشكرك والله انت طيبة المزاج اقسم بالله العلي العظيم انت حلوة شكرا حلوة كلك نعم قالت ايه لك شكرا وكلك ذوق دي معيونة زي كلك لا كلك ذوق يعني انت انسان مزوي انت انسان كلاس انا كلاس جنتلمان انا معروف يقولوا لي في الدرب جنتلمان هيجي جنتلمان سير والله معروف في الدرب when you come start hotel no at home اصلا ستاش ما فيش اوتيل يا خالتي انا حاجي عندنا اوتيل جديد واحد اوتيل اسمه بيلير الله يبكيها ليهم فضنا لا في واحد فتح جديد تبع اصلا ستاش يا خالتي انا ديك النهار ما لقيت اوتيل فين بات كنت باغي انا نقول لك والله يا خالتي واحد اليوم كنت اريد ادفع كونكور امتحان اقيم في سطات في ثانوية الرازي والله مش عارف ذهبت تماك عشان ابات عشان الغدي لي اقوم بالامتحان امتحان فتصيدت لماذا ليش لانه في سطات كاملة هناك اوتيلين عامرين والله يا خالتي لقد طلبتهم وزاوقتهم وقلت لهم أرجوكم أنا مش متسخ أو لا مش حاجة عندي فلوسي أخلص أنا والله مش عاوز يا خالتي والله أقسم لك يمين مش عاوزي وين نمت ما نمت فين نمت ما دوزتش الامتحان ده رجع في حالي والله لو كنت بعرفك تجيب لعندي ميت سلامة والله مرة تبقى حاجة عندك